بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، أبنائي طلاب الصف الرابع الابتدائي بمجمع مدارس جيل المستقبل أهلية برانيا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معدنا مع درس جديد من دروس الرياضيات، ألا وهو جمع الكسور العشرية. هنشوف بعض الأمثلة، بيقول لي اجمع كل مما يأتي ثم تحقق من معقولية الإجابة باستعمال التقدير. يبقى انت عندك المساله مقسومه لجزئين، هتجمع وبعدين تتحقق من معقوليه الاجابه باستعمال التقدير. تعال نجمع مع بعض كده. 4+7 اول رقم مع اول رقم، دي قاعده. الرقم اللي تحت منه تجمعه معاه. 4+7 كام؟ ها 11. احسنت، بارك الله فيك. هتحط 11 ولا تحط الواحد؟ تحط الواحد. واحد 11، يبقى في واحد، حطينا واحد ومعايا واحد. واحد واحد كام؟ 2. اديله 0، 2. العلامه بعد كام رقم؟ بعد رقم. احسنت، 2 1 10. تعالى بقى نخش على الجزء الثاني اللي هو جزء التقدير. 1 و4 من 10 و7 من 10. 1 و4 من 10 دي اما تقدرها تبقى كام؟ هل 4 تعطي اللي جنبها واحد؟ لا، لانها اقل من 5. 5 فيما فوق تعطي، يبقى 4 و1 من 1 و4 من 10 تساوي 1. طب السبعه دي تعطي 0 و1؟ ايوه تعطيها، يبقى 1. 1+1 بيساوي كام؟ 2. 2 و1 من 10 و2. الاجابه معقوله ولا لا؟ معقوله، معقول التقدير، يبقى معقوليه التقدير كده في معقول. تعالوا نخش على المثال الثاني. 4.72 من 100+3.9 من 10. في حاجة ناقصة هنا، مين يقول لي؟ إيه اللي ناقص؟ الصفر. أحسنت. اتنين زائد صفر كام؟ 2. قلنا الرقم بتجمع مع الرقم اللي تحت منه. 2. و7 و9؟ 16. و4 و3؟ 7. في واحد من ال 16، يبقى 4 و4 كام؟ 8. العلامة بعد كام رقم؟ العلامة بعد كام رقم؟ مين الشاطر يقول لي؟ بعد رقمين. يبقى 8 و62 من 100. هنخش بقى على نشوف الجزء الثاني من المسألة اللي هو معقولية الإجابة. 4 و72، هل السبعة تعطي للأربعة واحد؟ أيوه تعطيها، تصير 5. طب التسعة تعطي 3 1؟ تعطينا، يبقى تصير 4+5+4 كام؟ 9. أحسنت. معقولة ولا مش معقولة؟ معقولة. 8.62 من 100 والإجابة 9، مفيش فرق بسيط خالص. رقم 3، 9.8 من 10 و7.33 من 100. مش لازم العلامات تكون متساويه، يعني ده دي من 100 تساوي، خلي دي من 100، يعني حط هنا صفر. صفر. احسنت. صفر و3 3، 8 و3 11، 9 و7 16، ومعايا 1 يبقى 17. العلامه بعد كام رقم؟ بعد رقمين. 17 و13 من 100. تعال نشوف بقى معقولية الإجابة. 8 تعطي 9 1؟ اه تعطيها، تصير 10. طب 3 تعطي 7 1؟ ما تعطيها لأنها أقل من 5، يبقى تصير 3. 7 آسف، تصير 7. زائد 10 و7 كام؟ 17. الإجابة معقولة ولا مش معقولة؟ معقولة. معقولية الإجابة. نخش بعد كده على نكمل الأمثلة بتاعتنا. هنا بيقول لي اجمع، ما قاليش تحقق من معقولية الإجابة. اجمع يعني تجمع بس، ما تتحققش. زي ما يقول لك تعمل، قال لك اجمع وتحقق، اجمع. ما قالكش حاجة، قال لك اجمع بس، تجمع بس. 7 و2 9.
الصفر والعلامة بعد كده رقم بعد رقم. طب دي هنفع نجمعها ولا نساوي العلامات الأول؟ طب دي من 100 ودي من 10 يبقى نحط ايه فوق هنا؟ نحط الصفر. كده نقدر نجمع 0 زائد 9 9، 1 و 3 4. طب 1 و 0 1، العلامة بعد كام رقم؟ رقمين أحسن، يبقى 1.49 من 100. نخش على المثال اللي بعده، 4 من 10 و 6 من 10، العلامة متساوية من 10 ومن 10، يبقى اجمع على طول 4 زائد 6 كام؟ أحسنت 10 0. هتحط مش هتحط ال 10 كلها، هتحط الصفر بس. والواحد هنا، واحد مع الصفر، واحد. زائد صفر، واحد. طب العلامة بعد كام رقم؟ بعد رقم. تمام كده يا شباب؟ اللي مش فاهم حاجة يقول. اللي مش فاهم يقول. نيجي. ملاحظة برضه عايز أقول عليها وأكد عليها. طالما قال لي اجمع بس، تجمع بس. لكن قال لي اجمع ثم تحقق من معقولية الإجابة باستعمال التقدير، تتحقق، لازم تتحقق. ده الواجب المنزلي، بيقول لي اجمع كل مما يأتي. 8.76 من 100 زائد 6.95 من 100. زي ما احنا عارفين، هي المثال ده مشابه للأمثلة اللي احنا حليناها، وإلى هنا نكون قد انتهى درسنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأي استفسار معاكم على منصة مجمع المدارس جيل المستقبل الأهلية برانيا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.